سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. من توام عيتان أتسوي إمبرلا قلبي ليلة أويو أنكو تامي إمبرلا فرحة بندري ميا فرحة زائد درن حفلة سجيني حفلة قالي وفن وحل جبون يا جو قالي وعن قلد به ينبا من تبوح ذا ما إليس بما إفتن بميس قلبي غيشدا هاك الدالي نود بلدك دبشي ذا تربان أتم هاك تسو من هاك لحن تنقم بأهبر كلن ذات كمش صوتو بن أنتم خير الأمم من توام عيتان أتسوي إمبرن قلبي ليلة أويو أنكو تامي إمبرن وحدة حند ذا ليو أوتل قاذني ررن ورد ذيك عقنيو كاهيا نيمل دذن وحدة حن كسوم نيو كاد قاقن كل قلن وحدة حن درتي وسح ذي مل هوس له بأن قوش وحنا هرس ذي قل داس وقلن انت قيس بيدي قورت ذين وميدلن عقلي جين وامدا قابي جين واحدا ما هدي سنان يان عالم كي يوم الدقن من توام عيتان أتسوي إمبرا قلبي يا أويو أنكو تامي إمبرا كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كذب وحام حدثك له إلهي سبحانه وتعالى مر لغات يا مر كوبات يا مر سنتحات يا مر والبابا إلهي ما حدثك له ما حد علينا عز وجل أو فريان يا سيدة في عاني وسع عامرين أو دقي سنيان أد بيونا مع سين سدوا كلام معلمين تيكو سود دا شيء يجوه تيكو سود كريسي يقولنا سببت دا اسكالها إني سود قاعدان هل كان أهد بي ونوما سيهين انتا كدي بعمل حضر كيس كمالي هي وان قيبنا يا انا قيبي انا هاي وحانو قد قلي يا برمامجك ان شاء الله تعالى سوي من عبوب اللوضاء برمامجك ايام اللوضاء يا حانو ياري يا سوي من عبوب الفراء آيادها قرآن كريم صالح عبد واحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسهم فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم أكاب المريو قرانك يا أيدها قرانك إنه آخري innaga in ilaahay inagu anfaco intaa kadib hadaan ku sii socdo barnaamijka waxaan ku soo dhoweynayaa si uu kelmadda ku haboon inoo dhaho sheekheena sheekh cabdiasiis axmed nuur abu xamza falay tafadal sheekh bismillah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alzaalimiin wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وقبل كل شيء مهدونا إلهي بإسكال سبحانه وتعالى إنه قل علي إن نسكون بأنه إلهي سبحانه وتعالى بيت كيسا بركيسا ثم مهد وحالة معلمين تا يعلم ذا يبنى وحويا ملحن يا دكتور كنت داري سو صاري وغور هي معلم كينا معلم اسد يا معلمين تكالي يا هوش الله وطلبان وما هتسيهم مرخص الدحار وحمها الضري يا ابن والدين تا قرب كوضي يا ابن عوضا كنت داري هو جولي هو مقبا ايوه نمان مركا أفراد أرضي ذا يومنا الدلالة هي وقت قول أمري لم يندن با يرضي وين با وإما هسيه إن يومنا ميزان حسناتك الله وصال نمان بعد إذن وان عذر دارنا يا أيها حمصان وان كعذر دارنا يا مركا آذي آدبان مركا كوادو صور دوين يا
مركز كإرشاد الأمة دار الإرشاد أربع نصر دوين إياه إلهي سبحانه وتعالى من لو انتفاعه وانتي هرسه وانتفاع انتفاعي انت ضمنا يكون انتفاعه إلهي أكبر إلى سبحانه وتعالى برشادة وكل حيالة مركز كنا إلهي حق رنسيه نعمضة هي وحوية كفايدي سجيدة إلهي سبحانه وتعالى هو فجيه انت سي وإلى افتتاحي في الفرشو هذا البدن من اللي هم أيوه وصور قابلنا يا صور طوعه هو كلام خير ضد يا أيوه هو شعر ضيك دكتي ما نغيمين مركا وحيرد لساي شد دقيقه حدو إلى هاي إذنه سبحانه وتعالى أرضيك ناجحة أما قوليسة أما إلو قوليسة دونية برغم إيا وضبع ومر لها قول كاسا غلا إن الله كيسا كإله حدو إلى هاي إذنه سبحانه وتعالى أرضيك إلو قوليسة دونية أما أرضي هذا الدور يسأل الجوريساتو قلبك كوالا لغرخه وحوية ما يشعر وحكا برانيو حير كيسا وإيو يقال لا لغامك إيا شروط وإيا ألا ما يشعر إيا قوبتا وحكا برانيو وإيو يقال لا هذه هي دريس كتاهي هذه تاهي وقتك اللي صور قريب هذه تاهي قابك عشر هذا الله دياريو هذه تاهي عشر لغا الدور أيو وإنه نظام كنوع عاص الله يستو وإلا هديك له قولي سنة يا حرام بكتا لأنه ودي ذي من بها يودي وضدك مرخي سنة منع بوص على سنة منع كروص على هاوش مرخى وحي مبريسة صار مشرققة وصرت مغرغبا فشتان ما بين مشرقق ومغرغب مرغب وكع ذي بيولا نقلبين باركعي مرغب قلبين دويك لفقه مسونين عماها مرخا قربك كوباد واتاس ووائل أتقالو بأشعر وحكب مرويسون نظامك ويالا وإنات قرنيسا قربك اللبعاد أرده يقولكم قوليسان يوحويا واختقي سوائل ويلاشها واختقوا وقالي ولذلك إلهي تاس وجير وكبارت فالإلهي سبحانه وتعالى ويري والفجر والعصر والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها يصور لك المرخى سبحانه الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والعصر إن الإنسان لفي خسر آيات إلهي وكبارت صور تلوب إلهي وكبارون وقيمة الزمن بيكتو سنيسا يعني وقت قيمة أولي وقت المرخى يورا إذن كذب من عيار يلغوي يمي رئيس يوحل طرب لعيار iyo toojil la ciyaaro iyo kubad iyo caag la iriyo iyo waxaas iyo koobkii adduunka meedab la ka dhacay qabar buu ka dhacay maxay buu ka dhacay wax warkaas waxa weeyaa faa'iido ku lahayd yuro ku mashquulni waqtigaaga ilaasho tu su'aal baan idii weydiinaya bal waxaad ka warhantaa hadii waqtiga masara ugu dambeeyo lagu yiri waxa soo gashaa marka 7 iyo 10 daqiiqo adi wara atimid ka waran sagaalkii baad iska timid hal saac iyo had markaas waxa weeyaa habsaatay ii sheeg hal saac iyo tan lagu habsaatay ya hal saac iyo 10 daqiiqo marka guuleysan baysid waqtiga hadaan ilaashay saacadda lagu qabtay waa in aad ugu 20 daqiiqo ka soo horreysaa midna toddobaad iyo konta hadii lagu qabtay toddobaad iyo aad barka waa in aad timaadaa xilligi lagu qabtay waa inaad ka soo hormarto mar walba waadaa doorayso inaad guuleysato waqtiga marka waa ilaahay subxaana wa ta'aala wax uu siiyo waxa ugu qiimo badan weeyaan walidaalika manna allahu ala ibadihi saadirtay baa ilaahay doobadiisa ugu galadaysayba wa ilaahay wuxuu awramnu amirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wajaakum alladhir biyalla min umri siri in uu ku waara qaato qof waara qaadanaya digar soo idiima ibara nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam amriga iyo waqti ilaahay uu ku siiya dadku ma wada haystaan walidaalika xadiiska abdullah ibn abbas waxa uu soo nabi aleyhi salaatu wasalaam waxa uu yiri la'matari
مغبور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لبا أرهبون أما لبا النعم لبا قلضون وإلى هيا الضمد السيكبة في ديسان وفرصة إيا مركة أو حليلك اللي قد وقت هيسطو إيا عاف مرقبك أرضي مركة وإن وقت إلى عرشدة قلبك صدحاد وأرضي وأما أرضي وأي كل باتان وكل بار أرضي وحوية أرضي وحبرانية أما قبضة وحبرانية أما ويلك وحبرانية وإن وحي الله دري سيدي الله دري ودياري مثلا وحلبوني بقران وحلبوني بقى صوتي مرها سوالي أجي وصوتي ياري سيديت سبق عظيم وطار لاتي من روحة لإنتنا هيا معلم ولي أقول يسمى دب بابوس عليه سعد دب نبي عليه الصلاة والسلام وحيري ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله بل دائما أيام الدب دب الصعران إلى إلهي الدب بقران وإن أمرك وحي لغو ديبه ديار لغو يري قابك او ديار لغو يري وإن أدو ديار سا شل حتى دوري سينا ديبانتو معلمين تانا احترام والد كان احترام دتك كاول احترام ومستحيل أدو نغيسا سورة قلب معلها ماها إن أدوان ليماني أتراه معلمين تانا إيضاد كاول احترام وإذن إيو علمان وحب برايسا ولذلك أي نقل في سلف الصالح أمدت في هرأي وراك سنعساس وحيا هايين تدادوا إلى رئي احترامك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه أي أوح قبطي سحابي اللي إلى زيد بن ثابت فرس خيسة كوري هيسة برغاس وكوب بروذين برغاس أوحا ويري سنعسى عن الله عمره عني ماذا يدين أكو سبينه عني ماذا يدين أكو سبينه الله عمره وأيهي وحد قرأيسين الإمام الشافعي كان قرأيسين حتى هو مقلي سوماها شافعي سومي لا مقل إذن كان الله الله يا شافعي ما مقل شيء مسمى لا مقل شافعي شيخ يسوح وها شيخ مالك ليلا مالك الإمام مالك مركع أيوك شاكين يا يوحى ويري مركع الحرفة ليوم أتكو يسيني أريبا كراه يسيني معلم باكو كراه يسيني حوار باكو قدعي بلاي وقم باكو قدعي هلاي ميس وحال الله شيء كي ستاوى إنه عشر كاغا لغضا أفكا يغي يدي كاكا أدخو مسلم كنغا قيس وواكاس قلم كتبارا أغضا بيهي أرضي ناجحة أما أرضي كبقو لي سكر وحوية وإنه حانصر ليه بيلصر وإنه هيكسر يوم بيلصر وإنه هيكسر يوم مثلا شيخ ابو القاري اعطيه سريسا الله ينكو فكره يسير القاري وبضوا على النقطه شيخ ابو كتاب اخرنا يا ابو سيسا الله ينكو بضوا اخرنا ينكو فكره يسير شيخ ابو البا كتاب قري ادي ولا انا قلت وين ينكو فكره يسير شيخ ابو البا امد وعدي ادي ولا انا وعدي وين ينكو فكره يسير هنصر وين الله ده هنصر كر وين ابو سقطا هم كيلو يدك وضحي يون القري koobkii maanta yaa qaaday koobkii rag waaweyn oo ku mashquulsan baa halka koob baa la qaaday koob buu yahay koob idinku meelaan arag weligii warma aragtay koob koob wax lagu cabo meelaan arag oo haddaan qaado maxaa wixii soo kordhiyay koobkaad wax ku cabaysiin oo ka yar dheer unbay wataan haddaad doontid idinku isku dhiiba ma fahantay bal xaafadii inuu intaad joog ka soo qaado oo waa kan koobkii madrasadu dhe basba ورمات فاتن كبدا ما تكون مشغول سنتي يسوي عاجب لا مرغا سحوه يا دودو سو ما مراسا يا حضان ما تونن اريدو ما حكيني لكن هذا الدين تن الهي كنت باشو الهي اكتي سنه وحبات كيري ادوك انا الشرف هاد كيانا قيمه يا ديانا انت ما يسوى قالنا يا جواب صح مهري ورما يسوى قالنا ما يكون قنعين كعليا ayo ma santii waan si wadi lahaa way degdegaya aad baad ma santii intaas aan ku soo koobi lahaa wa jazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay sheekhu kalmada qiimaha badan inoo soo jeediyay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay iyo codsigaan oo sanin naga soo
أقبلين النجلا سو قيب قلا إلى أي ميسانك حسنات كهوج ترى إنك أنا كوي قاتو إلى كوي أنفعة إنك أرديكو حتى أنكو سير سعداء برنامج كنا وحن مركلة ديبو نقان يكسر دوين يا أرتيا أرتيا كم إذا سير قران كنا وآخر ذا هنا شمال تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتاويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أدعو مع سنتها أرضيتا قرآن في نفسه جيد سيدنا إلهي كوي دويسة وقوان فعه إنك يالو إيادنا ميسانك حسناتك الله صار إنتا كدب وحانكو سيسعانا يا أرضيتا مركا وحان كحسين يا أرضي كاليساقنا سيد قرآن كينو أبو آخريو عدنان محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى صدق الله العظيم hadaan ku sii socdo barnaamijka sheekhena sheekh xasan yuusuf ibraahim ayaan ku soo dhaweynayaa sheekh tafadhal bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa laa udwaana illa 'ala dhaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh arsalahu allah rahmatan lil 'aalamiin bashiiran wa nadhiira wa daa'iyan ila allah bi idhnihi wa sirajan muniira wa ba'd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى يا مهدل إن سورة قلية إن المانت هالكن أنكو تردارنو إسكو سقوتنو إسكو نبرنو إلهي سبحانه وتعالى إسكو فذيقي سيمنيقي سو إسكو كين كيهني إن إسكو نبرنو إلهي قوكي ستبارك وتعالى كل هذا الكابدين ماي إن شاء الله in badan wad soo fadhideen waana si yar fadhii doonaa baan u maraynayaa bishaaro oda bishaareysta maasha allah aad arday uu wareysaa tihiin maasha allah farxad iyo wanaag iyo cibaado yaa idinka muuqda runtii qowlka aad barataan oo ah qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala araggiina ayaa laga garanayaa inaad tiina ta arday fiican maasha allah oo akhlaaq iyo edeb ay ku biyashabatay madarasaduhu badanka marka aan tagno ama aan aragno waa dad isaga dhexyaacaya oo aan habaysanayn laakiin waxaan u qoshoonay aad iyo aad aan uga helay qaab fadhigiina fadhiga qur-aanka insha allahu tacaala nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wamajtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illah yatluuna kitaaba allah waytadaarasuunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قال كما كل من بيت إلهي سبحانه وتعالى قريه سكميدا وهو قول قال أين كجر نوك له ومسجد مساجد وحويا بيت الله وي إلهي سبحانه وتعالى قريه سويا وهي إلهي الله أمها النقوة يرمتي إنه إلهي نوك قال هذا إنا مساجد كيسي قريه سينين وفريصنهم innagoo aan wax kale aan ku haynin ee keliya aynu ku hayno ay tahay inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa aynu isxusuusinayno oon akhriyayno ilaahay qowlkiisa tabaaraka wa tacaala oon kala faa'iidaysanayno in fara badan wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam hadday qole iskugu yimaadaan beyt ilaahay guryihiisa ka mid ah iyagoo akhriyaya kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dhexdooda kala faa'iidaysanaya watadaarasuunahu baynahum dhexdooda ayay mudaarasaynayaan mar ay soo akhriyayaan mar ay kala dhagaysanayaan mar ay subcinayaan saas weeye haddii la helo buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kusoo degaysa xasilooni xasilooni baa kusoo degaysa xasiloonida hadda way nagu degan tahay waa inay naga muuqataa washiyatum raxma naxariis bayna dabooleysaa naxariis bayna dabooleysaa
وإن هريرين سن حريص وهويان تصالحان والنعمة إلى سبحانه وتعالى وبحيه وقبان إسا وإن النجو أركينين لكن النبي نوشع عليه الصلاة والسلام إن ربعنا أنا حق تهاي ملاك تهاي إن حفدي إسا وإن إيرالين إسا يو كرع اللي أولي بفديجينن يحارة ترى إن كسرنا هاي أن قفك قرآن كبرتا الدنيا كنا إنه جوجنا قفك وقف فديك بدوي وقفك وقف فديك بدوي خيركم من تعلم القرآن وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام قفك إذن كخير كبدن إذن كونا أحسن إلهي سبحانه وتعالى حق سلوجك القائل كالبدن يهاي وإلهي جعله سبحانه وتعالى وقفك قرآن كبرتوي لما أروح كلا لما شيئين معنى ما لما شيئين أيوة معناها مكان أيوة معناها مدح تنمي وحال لما شيئين بل إلهي سبحانه وتعالى خيرية دو دمو حقوصة وكوبي قفك قرآن كبرتون إنو يهي نبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا النبي صلى الله عليه وسلم واصل آيات قرآن كوهوكالي وحنكوها لجري إلهي سبحانه وتعالى وحي ووحي وذيبوها مركا وحن كقادل إن هالكاس إنا تهين إذنكو هادا دادكا حافظا إنو دقنا أو خير كبادا ما دامت قرآن كريا براتان نحن قصوا كبكبيني إن شاء الله تعالى إلهي إذن حفظيو إلهي سبحانه وتعالى حمان ودن هايذن كإلاليو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي حفظي سايدين دبياريو دمان معلمين تا وإنا دي احترامتان إن شاء الله تعالى وتكدو عيستان معلمين تا يواردين تا وإنا تكدو عيستان ويان سيدة إذن كنا دحذين أدوكرا وين تينا دسكو احترامتان وجزاكم الله خير انت اسكو سو كبكبين لها ادبد ما سنتين والسلام عليكم ورحمه الله هذه هذا يوم حسن يا شيخ كلمه قيمه بدل انه سو جيديه الى ميثاق حسناتك او ترى ان كان الهي هي نوع انفع انت كتب وانا كنت سوانا يا ارتيد برنامج كان دخلت كجيرناي قرانك الى وتنا احترام النفر اوغا اسلويني نكربي اوغا سلانتي salaatay inagu ababin oga ku ilaa wax kasta iba irshaad wanaagsan ardaygii dhaxdaga eedaabta ku barbaarin oga ayaankayga ahaa markan irido oga kale alayle sharaf badna hadaa aragtaan heed baalib akhlaaqdi suudantahay adkaarta carabkiisu taxantahay asturnaanta jirkiisu wacantahay adoon wareysiba u galin ogowga irshaad uu ka aflaxay hadaa aragtaan markale daalib aayadaha ilaah astaantiisa yihiino aan iska indhatirin wanaaga xumaha oo ahan islaamnimadiisu saxan tahay adoon wareysiga u galin ogowga irshaad buu ka aflaxan irshaadaheeda anagaahay iloo dhan eebe kaa dhow dhantaanmi irshaadii alfixsay irshaada agteeda ka muuqasanada waxaan soo dhaweynayaa mar kale تيم معلن خليف تيم كي منصدع انا غوار ديبانو ناي وبيرشد بانو ناي اخلاق دندريس لناي آياتك قرآنك يا قولك ربي أنسنا هدي قرآنك البانو ناي بلشاد أنفع بانو ناي إلى لدى الدين سيء عايد الكانو ناي مولي يوم علم تعانيه بين
See me.
soo jeediyay una nasheedada quruxda badan ardayda aan ku dhex jirnaay haddaan ku sii socdo waxaynu ku raaxaysanaynaa kalaamu allah qur-aanka ayaynu dib ugu soo noqonaynaa waxaan ku soo dhoweynayaa mustafe sheekh mukhtaar soo aayado qur-aan ay noogu akhriyo acuudu billaahi min ashayaani rajiim يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم
تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم جزاه الله خيرا خير الجزاء قد كان معانا كل راح يصني إلهي أجركيس هاي النصية قرآن كان الأخري استغن إلى كعب المريو برمامج كل يوم جبل يسمعك جرنامة في الآية قوة قرآن الناخرية يقوى ما سين الناخرية قوة نشيدة الناخرية ضد كيسوا صاربا إلا ونيا مركب معلمين ترى محل لا يقرر عليه هذا الإيمان إلا ونوان يسوا صداي مركب واحد قصر دوين يا معلم لكن هيبة استغنا سو كلمة دي سين نويرة صح أجمعنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلى سبحانه وتعالى بمهد بلارنا سكله أولا سوكو بكرين أو سوكا كاني ربي تبارك وتعالى إنا نسوني بادنو مساجد سكمي ذا نغو كرامين إنا أموينين إنا أمام موسى إنا نبسو يقانو إلى سبحانه وتعالى كتاب كيسة أو هدف كأنه أها إنا نو كلام قال سبحانه وتعالى عن كرامينو أما شرفنو إنتا دبي دور ريال ما ندوح نوفر لنا حفلة oo muxuu aha ee hadii la ilaahay ee ardayda aanu qabanaynay xafladaas baan fadhinaa hadalka marka ku dheeraan maayo insha allahu tacaala kulli macallimiintana way iga dambeeyaan anagana marka meelaha sidan oo kale ee xafladihii iyo la isugu yimaado hadalku iga kala caraabana wax alla waxaan ka hadlama aqaano marka saas darteed marka koobaad ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan u mahadnaqnaan rabaa maadaama ilaahay subxaana wa tacaala uu ina cizeeyo oo ina sharfay oo kolkii horeba nicmata ugu qaalisan uu nasiyo islaamnimo ah haddana inuu diin inagu daro oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisu inagu daro oo xufaad aynu noqonno oo ilaahay subxaana wa tacaala uu saa inagu nimceeyey waxaynu muxuu ahaa mudannahay inaynu mar kasta aynu ilaahay subxaana wa tacaala aan u mahad celino oon u mahad noqno qodobka hadda halka kaga baxo hal kelmad oo ardayda aan dhihi lahaa insha allahu tacaala waxay kalena tatamada macalimiinta dhihi doona ilaahay idinkii ardayda waxaan dhihi lahaa waxaasoo farxada iyo waxaasoo wanaagood aragtaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku jirtaa kitaabka alle ku jirtaa tabaaraka wa tacaala أنت هذا دين موقتة فرحلة ينك بضمه وأن هذا إسك حفلة يرى نجا أون أسكو محوها ديري قلين تي كوي هري أنو قبين جرنا يكو عن قوان دانو إن شاء الله تعالى أنت هنا يكبر لناين أو يكفر حد بناين بعد دري ما يصير نجوبه مركب مركز دوا على جهلا أو محوها دي لا هي لا هي لا جهلا مناسبات كنوع عصو كلا إله سبحانه وتعالى دين ديز inaynu dagaalno hadday ardaynu nahay aynu kitaabka alle ku dala tabaaraka wa tacaala aynu ku dhaqanno oo dhaqankiisii laynaga helo oo akhlaaqdii kitaabku muxuu ahaa uu noo sheega aynu muujino seeyo si bal aad u noqoto in muxuu ahaa ardayga la tilmaamayaado inaad u noqoto haddii laakiin wixii laynaa sheega aan qaadan wayno
waxay muxuu ahaa aan u muuqanaa inaynu halkaa un taagnayno marnaba inaan dhaafayn. marka qodobihii hadda sheekhu inoo sheegayey ee ama lixda ama toddobada ahaa kolbeyntu ka dhigay inaynu dib u qiimeyna la rabaa ninkii qoranayey iyo ninkii maskaxda ku qabtayba wixii muxuu ahaa sheekhu uu yidhi in dib loo daraaseeyo. markaan daraaseyno aynu isxasuusina mar walba baa waxaa natiijadeena soo baxda waxay tahay inuu adoo aada noqoto ardaygii talo guulaystay ma tahay mise matiid. markaas taasa ku soo baxsa. marka walaalayaal allah idin barakay jasaakumullahu khayran waqtigoo iska gabagaba iyo haddii ilaahay dhaafay xoogaa kalimaad inoo harsan intaasaan dhihi lahaa insha allahu tacaala wa jasaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذي أذي مع السنة مع العبدالحكين كلمة داوي نوسو جيدية قيمة بنين كل برمامج كيسردو يهي وحان كلمة ديسة سينا يا سيغانا عتفتاح علي جبريل يان سيغانا كلمة ديسة آيات قرآن ميه آيات قرآن سيغانا آخر سردو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحما هذه قلت بالألوين تبارك وتعالى الحريص ينبت قلي كركي ساهاته سيدك إلا من إلما النبي آدم محمد صلى الله عليه وسلم وحن آدو قحما هاي وأن كعدر دارني أين كور هذا معلن أسد ومعلن كيجي إسو تربية احترامي معروف وإن أنو هايو لكن ضلب لكي سكين بترتيد بان إن شاء الله حكم كسو يستاقي آدنو وأن قحما هاي وأن كعدر دارني إن شاء الله أستاذي أنت سكدب أهل القرآن كيبا ماشي فردية intaasoo ahlu lqur-aan ah hortoodana anoon ku sifaysnayn sifadaas inaan ka hor akhriyo qur-aan ilama qumanoba. marka insha allah wax yar hal daqiiqo kelmad yar baan jeedin insha allah. waxa aynu meesha iskugu nimanay waxaa la yidhi waa kitaabkii ilaahay qiimo waxaa noogu filan kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala oon baranayno culummadii baana kasoo waramay qiimihiisa. marka keliya waxaynu u baahannaha un keliya inaynu dareenno oynu fahanno kuna dhaqanno kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaa la soo dhejiyey bir rabadaan saas daraaddeed bilahoo dhan bay ugu khayr badatay. 12 bilood baa sanadka jira soo maa 12 bilood bisha ugu khayr badan yaa garanaya bisha rabadaanen 11 bilood sugna soo maa kuna ducaysana inuu ilaahayna gaadhsi. sababta ay qiimaha ku yeelatay kitaabka qur-aanka ayaa la soo dejiyey malaa'ig baa jirta. malaa'igta waxaa jira malag la yidhaahdo malagu jibriil oo malaa'igta dhan ugu qiimo badan. sababtuu qiimaha ku yeesho malaa'igtii kale dhan uu sumcadda uga yeeshay waxay ahayd kitaabka qur-aanku soo dejiyey. waxaa jira nebiyo badan oo ilaahay subxaanah wa tacaala soo diray laakiin waxaa jira nebigeena caleyhi salaatu wasalaam maxamed oo nebiyada dhan ugu sharaf badan ugu karaamo badan. sababtuu qiimaha iyo khayru khalqillah ku noqday waa maxay? kitaabka qur-aanka ayaa lagu soo dejiyey. dhulka ilaahay subxaanah wa tacaala waa dhul ballaaran. waxaa jira magaalooyin khaasa oo karaamaysan maka iyo madiina. maxay dhulka kaleoo dhan uga qiimo bateen? kitaabka qur-aanka ayaa lagu soo dejiyey. waxaa jira hal habeen oo aynu sugno oo 1000 habeen ka khayr badan lailatulqadriga ma taqaanaa soo ma? sababta uu habeenada dhan uga qiimo bato oo loo sugo maxay tahay? waa qur-aanka ayaa la soo dejiyey. isla sidaasoo kaleeto haddii aad kitaabka ilaahay qaadato barashiyo akhrin keliya looma baahno, waxaa loo baahan yahay aayadda keliya aad baratay inaad ku dhaqanto. inkastay fiican tahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa la tafcaluun ay jirta iyana, haddana waxaa idinkula talinayay kitaabka qur-aanka aayaddaad baratama inaad ku dhaqantaan. wallaahi midhuhu uu kaa muuqanayaa qiimihiisana aad dareentaan. 1948 waxaa dhacay dalka south africa. waxaa lagu sheegay macdanta nooca loo yaqaano tikhimta dhaymanta. kadib waxaa loo soo diray qolyo geologisti ah oo ku takhasusay macdanta baadhistiisa. kadib south africa ay soo degeen. markii halkii imaadeen maalin walba hoteelay degeen maalin walba New York la dhaho ayaa hogaaminayay kooxdaasi geologistka ee baadhaya macdanta. maalin walba waxay u baxaan dhanka iyo buurtii lagu sheegay macdanta way soo baadhi jireen. maalin walba way baadhi jireen, waxay muddo wadaanba way waayeen. kadib maalin maalmaha ka mid a ayay subax baxeen dhankii buurtay tageen. marka yoki iyo kooxdiibsii baa israacay si ay macdantii usoo raadiyaan. kadib meelaha casarkii markay tahay baa yoki isagoo daalan buu iskaga soo baxay meeshii, isagoo hoteelkiisa usoo socda yaa wuxuu arkay wiil yar oo meelahaas 10 jir ama 9 jir lagu qiyaaso oo dhar jeexjeexan xiran cawlan duruufta iyo diifta iyo yacni ka muuqata adyaabisid iyo masaakiinnimada, yacni ilmo yaroo iska cawlan oo iska rafaadsan
adam south african berigaasi 1948 wax xadaarad ma lahayn adu dad iska gaajaysan oo iska abaareysan way ahaayeen laakiin kaayir gacanta wuxuu ku hayay dhagax dhagax buu gacanta ku hayay ninkii engineerka ee yoki la dhahay ee ku takhasusay macdanta mar walba kaayir u soo dhawaado gacantiisa dhagax uu ku hayo fiiriya mar walba u soo dhawaado kadib uu yimaaday wuxuu ku yiri wiilyahow waxaad i siisaa dhagaxa iga iibi buu ku yiri kaayir wuxuu kama garanayn iibi waxaas wuxuu yiri kama iibinayo kuma siinayo kadib dhowr jeer markuu ku celiyay buu ku yiri kama iibinayo hadda fiiri kaayir duruuf badan baa ka muuqata laakiin gacantiisa wuxuu ku haystaa dhagaxaas kadib ninkii yoki naanciyir buu jeebkiisa ka soo saaray naanciyir yaraa buu siiyey kii yaraana intuu farxuu naanciyir qaatay yaa dhagaxii uu siiyey kadib ninkii yoki dhagaxii buu la cararay hoteelkii buu tegay waxaa la yidhi 20 jeer buu baadhay uu aamini waayey markii koowaad uu baadhay waxaa ka soo baxday waqtigaasi macdanta nooca dahabka loo yaqaanay ee dhaymatimid uu ahayd oo ugu qaalisanayd waqtigaas ayaa ka soo baxday uu aamini waayey 20 jeer buu baadhay yoki markaas wuxuu helay dhaymantii waqtiga ugu qaalisanayd sheekadan maxaynu ka faa'iideynaa ilmaha yari haddii uu garan lahaa qiimaha uu gacantiisa ku hayo hadduu ogaan lahaa qiimaha gacantiisa ku jira naftiisa iyo qoyskiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa dhanba waxbuu ka bedeli lahaa waayo dhagaxa yar uu gato muxuu sabab u noqon lahaa nolosha waddankiisa iyo tiisa iyo yacni tuu ku jiroo dhan inuu ka baxo soo maa sidaasoo kale kitaabka qur-aanka aynu gacanta ku hayna haddii aynu garan weyna qiimaheenna qiimihiisa aynu raacno gaaladan iyo waxyaabaha imala awaalkan ood qiimihii aad ka dhigto nacnacyar ku doorsato kitaabka qur-aanka weligaaba dharkaa jeexjeexan baad xidhnaan waanad cawlaanaysa sidaas daraaddeed dhagaxaa dheemanto gacanta ku haysano oo kale weeye qiimaha qur-aanku qiimaha qur-aanka barta sidaasoo kale aanu soo sheegnay ee meel wax walba oo yacni ilaahi subxana wa tacaala ambiyada iyo malaa'igta intaasoo dhan waxa lagu sharfo lagu kareemayin waa kitaabka ilaahay adiguna maanta haddii aad kitaabkaasi qaadato kuna camal fasho wallaahi adduunka dhan adaa ugu sarreynaya kulley talo iyo wacdi culimmadiiba way noo dhameeyeene waxaan dhihi lahaa un aan qaadano allah idin barakeeyo jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu waraxmatullah aada iyo aada ayuu mahadsan yahay iyo qisadaa runtii wax ku qaadadka leh waa tusaale ku tusinaysa qofku hadduuna dareensanayn waxaanu haystaba inuuna waxba u tarayn marka ilaahay hayna dareensiiyo barnaamijku gabagabadiibii noo marayaaye waxaan kusoo dhaweynayaa macalinkeena maamulaheena madarasada macali asad si wixii talaa iyo toosin ee ku saabsan ardayda uu noo yidhaahdo waxaan ugu dambeysay isaga kolleyda maadaama maamulihii iyo macalinkii madarasada wixii talaa iyo wixii soo qalanay soo qalqalloocinay soo qasnay lafteeda inuu naga saxo iyo wixii waxu sheegay waana aba macalinka ayaa inoo kaxdiina inaad ilaashatin waxay ku xiran tahay inaad aaladan cusubi hadday noo timid inaad iska yiraysiin in alla intaad iska qaban karaysa baalkaa iska ilaali nin cabdiraxmaan la yidhaahdo madarasada dhigta hadday nalama jooge ayaa wuxuu yihi macalin low anigu waa nastay buu yihi maxaad ka nasataan ku yidhio waxaan ka nastay buu yihi horta balwad malihi buu yidhi oo balwaddaad sheegaysaa waa maxamed jaad baamey balwaddaa sheegaya waa facebooko mobile facebooka lama qaata waa ku yaro waxaan iska qaataa dadkan kula hadla halow bes kolkaasaa darteed wax balwada maadaamala lahayn habeenkii sideeda waan iska seexdaaba subaxa koor waan iska kacay waan iska tukadaa qur-aankan iska akhristaa kolkaa maanan raaxaysan buu kuleeyahay raaxada ka maqan maxay tahay innagana caruurteeni yaryareed waxa laga yaabaa 11 waxu daawanayaan inay ku gaadho salaad subaxna ay tukan waayaan soo ceeb maa taas kolkaa waxaa la rabaa inaan isxakamayno oon baalkaa iska ilaalino waan liibaanayna haddaan baalkaa iska ilaalino haddaan mobilkaa iska yarayno nolosha waan ka guulaysanayna cadfata cali jibriil oo kabarada ay noo soo diyaariyey annagoon xataa u sheegin kolku maqlay madarasada baa laga qabanayaa xaflad soo orday noo yimid waxaan leenahay waad mahadsantaa khayr allah kusiiyo jazaaka allahu khayr waxaad faafinaysaana waa khayrun oo kalaamkii ilaahay meel lagu hayo oo arday ay mataqaanaa ku faraxsan yihiin weeyaan kolkaa baraka allah fiik waxa kaloo nu mahad celinaya macalimiinta madarasada irshaadul umma si guud ahaan iyo si gaarba u mahadsan yihiin awlaadii aad soo saartan ilaahay subxaanah watacaala allah idinku asturan leeyahay ardaydana waxaan leeyahay baraka allah fiikum intaad kusoo gabagabayn lahaa وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا
النغم ما أنت وما أنت أتسوي إمبلا قلبي لأو ييو أنكت مي إمبلا فرحة بندري ميا فرحة زائد ترن حفلة سجيني حفلة قالي وفن وحل جبون يا جو قالي وعن قل دبه ينبا من تبوح ذا أوسوغن ما إليس بما إفتن بميس قلبي غيشذن هاك الدال ندبال دك دبشي ذا تربان أتم هاك تسومن هاك لحن تنقم بأه بركلن داد كمش صوتوبا أنتم خير الأمم ما أنت وما أنت أتسوي إمبلا قلبي إلى أويو أنكت مي إمبلا وحدة حند ذا ليو أتلقى ذني ررن ورد ذيك عقنيو كهيان نيمل دذن وحدة حن كسومنيو كدقاقنك القلن وحدة حن درتي وسح ذي من الهوس لهوبان قوشة واحنا هرس ذي قل داسي وقلن انت قيسو بيدي قورتي ذين وميدلن عقلي غين وامدا قابي غين واحدا ما هدي سنان يان عالم كي يوم الدقا ما انت وما انت أتسوي إمبلا قلبي يا أويو أنكت مي إمبلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.